السوسياس عملت مشاريع من 2008 لليوم برجالاتها، ومن المشاريع اللي حلموا بها الناس اللي في السوسياس ثم مشروع أن نعملوا ان جرون كومبلكس في هذه صفاقس، لأن احنا قينا لا وقت بورقيبة، لا وقت بن علي، لا وقت الغنوشي، لا وقت تعرف الباجي قايد السبسي. قلنا يا اخويا تعرف كيفاش السوسياس فون انيسي ان بروجي اللي احنا مش نجب الدولة انها تساهم فيه، نجبرها بمقتضى القوانين الموضوعة الان في البلاد وبرجالات النادي وبيكم انتوما، مش نعملوا احنا لو بلو غران بروجي دو سفاكس. ما ثم اكبر منه الا الصور متاع سفاكس، واللي عملوه رجال سفاكس، اللي عملوه اهالي سفاكس. تعرفش السلاح خير اكثر كلام. وهذا انا شوي اخر تو تعرفوا اللي البروجي هذا سيكون صور لسفاقس ضد الارهاب، ضد الدلينكونس، ضد الفساد. وهذا دوركم انتم السوسياس، خاطر انتم خشام، انتم خشام، انتم جدعان. ودور رجالات النادي وبالقانون احنا باذن الله تعالى لازم المشروع هذايا يصير ويتم في صفاقس، وهذا الصور الثاني لمدينه صفاقس. باهي خاطر توا الكلام باهي، اما ساعه نستغل الفرصه باش نحييو زاده الناس اللي قاعدين يتبعوا في الجلسه العامه هذيا على طريق ستريمينغ، فما ناس ما نجمتش تجي وخاصه منهم السوسيوس اوروب، السوسيوس اوروب اللي في فرنسا واللي في المانيا. ايوه اللي تعرفوا قاعد يقيموا الفلوس في اوروبا، واللي هم يقطعوا في الحمم باش يوفروا لنا، عملوا 60 مليون وسنه 30 مليون وكذا ومازالوا يوفروا. اذا يعطيك صحه افكتيفو. ستريمينغ على السيت، الكلام اللي قلته انت باش نشوفوه توا ب ان بوتي شو. راهو حلم خموا فيه لي سوسيوس الكل من 2008، الولاد اللي خرجت والولاد تخدم توا، والحلم سيتواصل. وانا نحب توا سي سمير البقلوطي، قول لنا انت ساعه شنو تقريبا قبل ما يدخل هو التفاصيل على مستوى الهندسه والمعمار. يا انا الهندسه والمعمار ما نفهمش انا شنو نحب، باش تخيلوها معمل جميع. شوف انا نحب كل حد منكم ينجم يهز فاميلته، ينجم يهز ولاده، نجم يهز صاحبته، نجم يهز زوجته، نجم يمشي وحده باش يمشي، باش يلقى التياترو، باش يلقى الاوديتوريوم، وباش يلقى البولينغ، وباش يلقى الباتينوار، وباش يلقى لي ريستورون. الباتينوار زاد الباتينوار. اي نعم كل شيء. واحنا بطبيعه الحال مكتب السوسيوس على ذمتك، اذا كان ثم اقتراحات اخرى واللي هي تنجم تندرج في فكرة هذايا المشروع الثقافي الرياضي الترفيهي في جهة صفاقس، مكتب السوسيوس على ذمتكم باش تمدوه باقتراحاتكم لتدارسها. هذا لو برومي جي اي لو برومي بروغرام نتاع المشروع هذايا. سلاح سألوك الأرض وين؟ الأرض موجودة بعد الحزام كيلومتر في ثنية المطار في منطقة الصغار على اليسار، فيها 50,000 متر وخمسين ألف متر وبحضة بعضها. فوالا هاو هذي هو هذا هو المشروع. هاي سي سمير البقلوطي.
مرحبا بكم. المشروع هذا مشروع كبير ياسر، مش على في تونس برك بل في افريقيا، من ناحية الإنسانية، من ناحية الرياضية، من ناحية الثقافية. سي ان شالونج، سي ان شالونج، سي اي لو سوسيوس ا اوزي اتاكي ان بروجي دو سو جونر لا كي ا بور بوت دو كونتريبيي ا اون جينيس بلو سيفيليزي بلو كولتيفي كي ريسبكت لوربانيتي اي لوربانيزم. سي سا لو نوفو برودوي. Nous avons adjoint l'activité sportive à l'activité culturelle. Donc, la masse de ce projet-là, d'abord la masse est constituée d'une composition artistique et plastique de forme pure en mouvement reflétant l'activité du CSS qui est le fondateur du Socios. Et le CSS, c'est la mère de Sfax. C'est pas pour autant que je dis ça, parce que c'est une réalité et c'est une vérité. Le Socios confirme et réalise. Le programme, naturellement, a été dicté. Alors là, alors ce qui manque à Sfax, c'est la mère. Il y avait jadis une mer qui a été polluée par la MPK. Aujourd'hui, une piscine olympique est indispensable pour les Sfaxiens. Donc, alors dans le projet, et j'arrive à l'eau, comme ça j'explique. Là, c'est une piscine olympique extérieure parce que le projet a une ambiance introvertie et une ambiance extravertie. L'ambiance introvertie, alors ça c'est la masse, hein, là qui vous donne une idée sur un peu l'organisation d'un jeu dans un terrain et l'ordre géométrique du projet que nous trouvons dans un stade entre deux équipes. Donc les volumes sont conjugués et dans ce volume il y a un rapport de forme simple et pure et un rapport de vide et plein. Le projet Hedaya, بإذن الله, مش يكون ملك لشركة, مش يوقع تكوينه, هو اللي مش يصير, هو أن السوسيوس ساعي الآن أن ناخذ التيران بين فالور سامبوليك باسم سي اس 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 ا. سي اس 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 ا فأبورتي نسمعوا بعضنا فأبورتي سي اس 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 ا فأبورتي لو تيران بور سا جوست فالور و كابيتال دين سوسيتي كي فا اتر كريي. السوسيتي هذيا كيفاش إل فا œuvrer pour financer ce gros projet. Ça m'a haja anna le capital mais chkoun maftouh à des petits souscripteurs à de grands souscripteurs. Je m'en ai, il va y avoir des souscripteurs sfaqsia alli bi'idhn Allah yedfoum el 50,000 dinar fa akthar. Ou alli ils vont libérer du car. Ils vont libérer du car à la souscription, le mablagh ntaahom. Ça ma haja, c'est que ahna mashari' kima hadhiya ta'tihom l'imkaniya annahom ynaqsou 50% min l'marabih ntaahom sanawiya fi sharikatahom bash yestathmarouha min houni fi l'mashrou' hadha. Kadhalik 50% min d'dharayb, 50% min d'dharayb yirbhouha yestathmarouha fi l'mashrou' hadhaya. Min nahya okhra, لي بتي سوسكريبتور اللي هما من 10,000 دينار ل 50,000 دينار. ثالثا يفا يفور لي سيكار, اللي لي سيكار عندهم الامكانيه ربح 35% على لي زامبو نتاعهم وقتنا يسوسكريب في كابيتال نتاع الشركه هذه.
الشركة هذه تنجم تاخو كذلك في الكابيتال وقت اللي يخدم لها إنسان ولا وقت اللي يجيب لها سلعة ينجم إن بارتي ولا لا توتاليتي يدخل بها في رأس المال نتاع الشركة هذه. عدا هذا الكل الدولة أي الدولة تعطي دي سيبونسيون سي سي هاو قاعدين نشوفوا في السلايد تحب شكون حافظوا بركة انا حافظ درسي تو من بعد وقت اللي فيا فوال لو تيراج فسالتو نعطيو لهم خاطر وخر عليه محمد وخر عليه دونك هذوما وزارة الثقافة وزارة الرياضة وزارة التجهيز لا ريجيون دو سفاكس مجلس الجهوي عن مجلس الجهوي وراهو النادي السفاقسي بالمشروع هذايا اللي ماشي يعمل باش يوفر في المستقبل موارد للسي اس اس هذا اللي قاعد يسعى له السيد رئيس الجمعيه اللي انا من بكري نستنى فيه. مرحبا بك سي منصف ويجي بحذاك ويجي خنبوزك اللي ربحت لي الماتش انا قلت لك راهو انا قلت المنصف تربح الماتش معناها البروجي مش يصير وهذا راهو البروجي اون اريفي اونسومبل احنا رانا اصحاب وهذا عام 2002 هكا ولا؟ ميم افون انا نتذكر كان من عام 2002 على خاطر قبل 2002 كنت معاقب دونك هذاك وقتها جي بيردو لا ميموار مي هذا بروجي اللي انتم حلمتوا به حلم به منصف خماخم انتم مش تعملوه انا راهو هذا سي ان بروجي كيما ايتي بروبوزي بار لي سوسيوس سي ليكيب دو بيرو دي سوسيوس اللي في الصيف بحذايا في اجتماع في الشفاط طلبوا مني قالوا لي يا خويا ما هو انت وصاحبك ذاك المهبول الاخر منصف خماخم في وقت من الاوقات حكيتوا على السوسيوس يا خويا هات نثني والركبه ونعملوا فما حاجه يعمل شوف تيش يعمل شوف فما حاجه فما حاجه نحب نقول لكم عليها راهو فونا لي با دوموندي لا شاريتي من عند الدوله راهي الدوله مجبوره مجبوره انها تعطي دي سيبونسيون ومش بمليار دو اثنين ما ترضاوش كان حتى انا ميت ما ترضاوش مش عندي في السبوره احنا تو نحكيو في هذا كان تحب من بعد يجي تو نحكي لك على السبوره انا نحكي لك على هذا تو عايش ولدي هذا يلزم دي ديزين دو مليون دو دينار من عند الدوله وبالقانون وانتم يلزمكم تكونوا موجودين يلزمكم تكونوا 10 او 20 الف بور كونتريبيي ونعرف انا رجالات صفاقس نعرف اللي حتى اللي ما عندوش برشا فلوس وقت اللي تجي تقول له ادفع زوز ملايين ونص بور ليبيري لو برومي كار في بروجي كيما هذا اللي مش يكون لو سوسيوس سير يورا دي زافونتاج اللي يخرج بعد في الجيد دو بارتنير ولا تو شويه اخر نحكيو على الكونفونسيون هذه اللي حضروها الاولاد وكذا بور لي سوسيوس سير مي بور سي 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 الكل بور توت لا ريجيون دو صفاقس الناس الكل اللي ساكنة في صفاقس عندها الحق أنها تمشي وتلقى بيسين وتاكل كعبة بيتزا وتمشي في ريستوران متميز وتمشي تعمل حمام وتمشي تعمل شعرها المرأة هذه فهمتي غادي تمشي المسرح شوف إيفا يافوار دي ماجازان إيفا يافوار أن كومبلكس اللي أنتم تستحقوه اللي أنتم حقكم أن يكون عندكم في صفاقس إذا احنا ما نعملوش راهو يمشي الباجي ويمشي الشيخ ويمشي وترشنوة وحتى اللي يجي من بعد راهو ما مش عمل لكم حتى شيء ولهذا احنا اون دوا بوسي احنا اون دوا بوسي بشويه الامكانيات اللي عندنا بالرجال اللي عندنا بالرجال اللي عندنا اون فالور دوني دي زافونتاج فيسكو ليهم هما وللمشروع هذا وليكم انتوما سي سلاح شو سؤالين شو واضح للناس سي ان بروجي كي اورا le jour بدعمكم انتوما للسوسيوس احنا اون فا كونفي ان كابيني انترناسيونال تقريبا شوف انا ما نحبش نعطي انا شويه اكسبير كونتابل ما نعطيش اقرب من الميكرو ما نعطيش انا دي شيفر ابروكسيماتيف اما ما يخوفنيش انا قداش المبلغ نتاعو راه ما يخوفنيش انا وقت عندي رجال كيفكم وعندي السوسيوس وعندي لي سيكار وعندي لي سيفونسيون وعندي الناس اللي نجم ناخذ من عندها ديزابور والناتور
اللي ماشي يجيب الكارلاج سي حبيب الحمامي ما نخلصوهش يدخل في الكابيتال بالكارلاج نتاعو، اللي ماشي يعطينا السلعه، اللي ماشي يعطينا ماتيريال، اللي ماشي يعطينا كذا، نجموا نعملوه، نجموا نعملوه، صدقوني نجموا نعملوه، افيك بو دو مويان نجموا نعملوه، الفو جوست كونتيني لو ريف اي كروار. قداش وقت يلزموا حسب الدراسات وحسب الدوكيومون اللي وريتونا باش يتبنى؟ انا ما يقلقنيش تقريبا، انا ما يقلقنيش انه يصير في 5 سنين، انه يصير في 5 سنين. لو بروجي اللي عملته جيفونتس عنده 8 سنين ستاد. اي نعم، يوفنتوس ستاديوم. ايوه يوفنتوس ستاديوم، احنا هذا راهو خشن من شو اسمه جيفونتس، وهذاك ها فيه هوتيل. يا حاج اش تحب شكون تهز انت غادي سي اس اس؟ اي فا يافوار ان فانتين دو سويت جو كروا و ان ديزين دو بنجالو، اي فا يافوار ان سونتر دو ستاج. هاكا شفتوا انت بكري في تسار فيه دو تيران دو فوتبول، اي دو اتر انيمي تو دو لون دو لاني، وفيه الهوتيل يا حاج وفيه كل شيء. فوالا شكرا يا صلاح ومرحبا بكل الحاضرين. اي ما مانيش نطول، نحب نقول حاجه بقولها يقولها كارل ماركس: ان تحلم وحدك فذلك هو مجرد حلم، لان نحلم جميعا فذلك هو بدايه تحقيق الحلم. مع حضوركم اليوم وايمانكم بالمشروع اللي قدمه سي صلاح رئيس سوسيوز، الا باش يكون هو الشيء الوحيد اللي باش يخلينا المشروع هذا باش يشوف النور ان شاء الله، كسوة في عامين ولا 5 ولا اللي هو. ولكن نادي رياضي الصفاقسي بالرغم الحال الوضع الحالي بتاعه يبقى فريق كبير ويبقى عنده أحلامه، أحلام جماهيره إن شاء الله، كما أحلمنا باش نعمل مركب للتكوين اليوم موجود في طريق في الزقف، كان حلم من الأحلام، كما كان عام في الثمانينات سي عبد العزيز ضهيد سي عبد العزيز بن عبد الله كان حلم كذلك باش يكون عندنا مركب بالتكوين، وصار اليوم اصبح هكا قديم وهذا جديد، وان شاء الله في السنين القادمه نشوف المشروع هذايا ومشاريع اخرى تكون في مستوى وفي حجم من نادي رياضي الصفاقسي. على كل الامل موجود، الناس موجوده، الرجال موجوده، نادي رياضي الصفاقسي يبقى فريق كبير، فريق المشاريع والاحلام والامال. شكرا. شكرا سي بوس. ثم عباره ليست اوليه للي بارتنير اللي ان شاء الله باش يلتحقوا معنا في سنة 2017. on a contacté beaucoup de partenaires potentiels. On a ciblé les services de restauration, les hôtellerie, le transport. Donc, on a خليو le lancement officiel de la guide des partenaires جديد. اليوم الجلسة العامة اللي هو اليوم هذايا. باش نبداوه بالكونفنسيون هذه اللي بحثنا فيها مع تونسير، واللي باسم خطوط الصياع وبصفتي كممثل جاو بها يسرني امضاء اتفاقيه شراكه مع سوسيوس النادي السياسي الذي تنص على تخفيضات هامه في اسعار التذاكر لمخالطه السوسيوس وافراد عائلاتهم من مستعملي الخطوط التونسيه وعده امتيازات اخرى. نأمل من خلال هذه الاتفاقيات دوام هذه الشركة بما في مصلحة الطرفين، ونعول على مساندتكم لتطوير نشاط شركة الخطوط التونسية بجهة صفاقس. بسرعة خاطر باش يجيو لي كونديدا يتكلموا. ريدكسيون 20% تاريف انديفيديوال كابين ايكونوميك، ريدكسيون 25% تاريف انديفيديوال اون كابين دافير. عندنا 2 بي غراتوي سور شيفر دافير، اون فوا اون رياليز ان شيفر دافير 100,000 دينار في الاني، عندنا دي بي دي غراتويتي. الباجاج مش نعطيكم نعطيوكم في الكلاس دافير اون بياس 32 كيلو و اون بياس 23 كيلو، هذه سي اون اكسبسيون. وفي الكلاس ايكونوميك اون بياس دو 32 كيلو. تحية تونس، تحية الخطوط التونسية، يحيى النادي الرياضي الصفاقسي. السلام على الناس الكل، أنا أسامة العيادي، عمري 24 سنة، جاي ليسونس ماركتينغ ونخدم في بورد كوميونيكاسيون. سوسيوس نمبر 1304، أكتيف دوبوي دي زاني دون لي كوميسيون
سوسيس ليكس فيقس ليفلمون كومينيكاسيون. ما بين الافكار اللي نحب نطرحها اول حاجه هي الاداره. وندو انفستير اليوم في الاداره، لازم كيما ستركتور كبرت لازم الاداره كيف كيف تكبر. البوان الثانيه هي لي بروجي كي سون بلوكي نحاولوا ديبلوكيهم، كيما النومبر ريدوي دي سوسيوس انتربريز، كيما الماسكوت دوتر بروجي انكور نحاولوا نكملوهم. البوان الثالثه هي لا غولاسيون اونتر لي مومبر بيرو و لي زاديرون، لي ان بوان لازم نكثروا من الاجتماعات. الشيء هذا باش يخلي النومبر دي زاكتيف يكبر. البوان الرابع هي التسعينية، لازمنا نخمو فيها من تو، لازمنا نعملو حاجة تليق باسم وعرقة النادي، باش ندافعو إن شاء الله على البوان هاذوما وتشوفوهم انتوما باين معناتها انتخبوني و هاد فيتام تاعنا. شكرا لك. محمد بن فندري، عمري 22 سنة، اتيديون، نقرا نعملو ان ماستر ان انتيليجونس ماركتينغ اي استراتيجيك. Je suis actif depuis plus de 4 ans au Socios. Je fais partie des commissions qui sont Socios Leaks Fairs, qui sont les events, qui sont les comme Jess et Mouzien Haïdi, qui sont les communications. Je suis sûr que je suis en train de faire des choses en février. Kif-kif, je suis en train de faire. Kif-kif, je suis en tant que responsable dans la catégorie des jeunes de CSS, moi le minime, et je suis en train de faire des choses en tant que. دونك نحب نعاون سنا ان طونك مومبر بيرو في الـ في الـ في السوسياس اللي هو مستقبل النادي هذا سبيرتي. والافكار انه اول حاجه لازمنا نقرو ياسر لي زادينون تاعنا، لازمنا نعمل دي ريونيون كوتيديان دي برين ستورمينغ، خاطر الافكار اكثر الافكار بي مش تنجم تجي كامل من عند لي زادينون تاعنا. تبارك الله في سيرقس ماحناش ناقصين، معناها دي ريسورس هيومان اللي تبارك الله عندهم افكار كبيره ياسر. من جهه اخرى نجمو لازمنا نطوروا السيتويب نتاع السوسيوس باش يولي مواكب اكثر اللي احنا نعيشوا فيه توا، ونكونوا حاضرين اكثر زاده في لي ريزو سوسيو. دونك ان شاء الله نكون عندي ثقتكم ومع بعضنا اقوى وعاش النادي الاهلي سوسيوس. سلمى علي العيادي، 27 سنه، سوسيوس نمبر 1644، انجينيور بوليتكنيسيان. خدمت في السوسيوس اون طونك مومبر اكتيف على بليزيور كوميسيون متعلقين بالسيستم دانفورماسيون بالترانسبارونس فينانسيير وبالريغلمون دي زام بي. خدمت اون طونك شيف كوميسيون بروجي فوكون اللي حكيت لكم عليه قبيله هذا. في اليوم السوسيوس متكونه، مانيش انا باش نبنيها وباش تقعد ديما قبلي وبعدي. السوسيوس اليوم شنو تستحق؟ تستحق واحد يحافظ على المبادئ نتاعها. الحاجه اللي انا باش نحاول نعملها عن طريق زوز حاجات. الحاجه الاولى قلت برشا حاجه، الحاجه الاولى بشويه سافوار فير نتاعي باش نحاول نصلح نطور نبروبوزي دي زيدي نعمل استراتيجي. والحاجه الثانيه بالبورو ناسيونال نتاعي، الحمد لله اصحاب مع العباد الكل مع لي كونديدا الكل مع المونبر بيرو الكل. دونك باش نحاول نحط الجو نظيف، مش نحاول تقعد السوسيوس هي العائله اللي تلم احباني ديسبيرس الكل. في الاخر باش نقول لكم زوز حاجه. الاولى انا حضرت بليزيور ريونيون في دي كوميسيون، وحضرت دي ريونيون في البنك سنترال ودي ريونيون في البنوك. ناكد لكم ان المستوى في لي ريونيون تاعنا اقوى برشا من لي ريونيون في الوزارات وفي البنوك وفي البنك سنترال. الحاجه الثانيه قلتها في اذاعه الديوان، سوسيوس اون فيرتي في صفاقس وصارت كان في صفاقس ويحزنون عليها، جيتكم جاي ربي حافظوا عليها. جميل ويلي، 37 سنه، ديريكتور كوميرسيال ماركتينغ في شركه نتاع ترانسبور انترناسيونال. ترشحت في بالي بور افوار اون سارتين فالور اجوتي للستركتور. بون انا مبكر شويه نخمم حتى الوليدات حتى الزملاء المترشحين اللي معايا فهموا لي انا راني باش نجبد الترشح نتاعي. حتى في الاسامبلي اليوم نورمالمون سيت اون اسامبلي الكتيف، شفت اللي كانوا ولات فما سارتين نيجليجونس بارابور لي كونديدات. حاجه ثانيه يفو غاردي لي بي سور تيغ فريمون سو كي ا ايتي انونسي في لي بروجي او ديني جوي با دي تو داكور ديزولي. ان شاء الله بالكش عام الجاي نخدمو خير من هكا، خاطر لي بروجي اللي نورمالمون نعملوهم حاجات سي بور لو بروفي دو لا ريجون، اوكي،
مي سانسيرمون زاد بو لي بروفيل دي سوسيوس كيما نقولوا هادي تقريبا معناتها ديكزامبل نحكيو على اون سال اون سبور تكون فيها حاجه اولترا لوكس فيها كل شيء. والحاجه الثانيه اللي كوني تكون بينيفيك بالنسبه للي سوسيوس تكون فيهم كوتيزاسيون سبيسيال وتكون حافز حتى للي ماهوش منخرط في السوسيوس ويكون عبر الغير ويقول راني انا باش نكون بينيفيسي دو تاريف سبيسيال نتاع لي سال اللي حبيت انا يكونوا فما في تونس وفي سويس. مالوغوزمون بون نحكيو على دي ميغا بروجي سعيد برشا لو كان يتعملوا ان شاء الله يتعملوا خاطر انا بالحق ماذا بيا لو كان يتعملوا. والبوان الاخراني اللي حبيت نحكي فيه سي اون سارتين ديسكريميناسيون بارابور لسفيرسي اللي في تونس وسفيرسي اللي في سويس. دونك كل واحد يعرف الكلام هذا اللي عمره ما تقال اتيتخ معناتها ديريكت انا على خاطر سفيرسي تونس نعرف شو قاعد نحكي ولا غلط. سامحنا دقيقه ونص وفات. شكرا وسلام. عسلامة احمد الشعبوني. اقرب الميكرو يا احمد. عسلامة احمد الشعبوني 28 سنه مهندس فلاحي. ترشحت سنه العضويه لمكتب سوسيوس نادي رياضي سفيرسي. خدمت في كوميسيون ايفينمون كوميسيون بزوان اونتروتيان دي لوكال وين ساهمت مع بقيه الاعضاء في الاشراف على بروجي سان ميسكولاسيون في اللوكال. ترشحت خاطر نحب نعاون اكثر ستركتور والسي اس اس وحاسس روحي اللي انا نجم نعطي اكثر اضافه للستركتور عبر مجموعه من الافكار كيف ما تحسين استراتيجي ماركتينغ والخدمات اللي نوفروها للمنخرطين. الشيء اللي يشجع بقية الأحباء باش ينخرطوا في الهيكل اللي يوفر لنا أكثر موارد مالية نجموا نستغلوها في تحسين البنية التحتية الرياضية للنادي وفي تكوين الشبان على أسس علمية. بالطبيعة الشيء هذا ما يكون كان بالمساندة والمعاونة مع بقية الأعضاء. وبالطبيعة أعتقد بيبان محلولة قدام أي سوسيوس يحب يعاوننا ولا حتى كان موش سوسيوس يحب يعاون مرحبا معليه كان ينخرط ويعاوننا ومرحبا بيه. عاش السيسيس. سلامة مرحبا بكم. عمر بوزيد 29 سنة شيف دجونس ماريتيم سوسيوس نمرو 2190 اكتيف دوبي دي زاني نشوط في كوميسيون كومينيكاسيون نشوط في كوميسيون ايفانس كوميسيون جيد دو بارتنير وخدمت قبل في كوميسيون افونتاج. اليوم قدمت ترشحي العضوية مكتب تنفيذي سوسيوس. في الحقيقة نحب نكمل الخدمة اللي بديتها في الكوميسيون. سوسيوس شرف انه الواحد ينال عضوية المكتب نتاعها. نحب نعبر فرحتي الكبيرة بالحضور واللي احنا كل عام نطلعوا بالبالية هذية والناس كل مرة ولات تعطي أهمية كبيرة للسوسيوس. إن شاء الله في 2017 بدينا في كوميسيون كومينيكاسيون باش نخدموا بالمناسبة هذه. نحب الناس الكل ترحب بالناس اللي باش يجيبوا باش نخدموا لبورت أبورت. اليوم ارتقينا باش نبدلوا معناتها نظرية وعقلية الاستراتيجي كوميرسيال دو لا ستركتور. إن شاء الله اليوم باش نخدموا السلوغون غانيون غانيون إن شاء الله خبير la commission des guides de partenaires inchallah مش تعود من منفعه برشا على الستركتور. لا بروفوني شفت اليوم صححنا الكونفونسيون مع تونيسير نشكر الناس الكل اللي ساهمت فيها. فوالا جو سوي سوريو لهنا باش نعطي برشا وقتي من وقتي للستركتور وانتخبوني كان قناعتكم. الجمعيه جمعيتنا الخدمه فيها ماهيش نفحه غرام هي الجمعيه صحيح لكن ماهيش مزيج اذا كي نخدموا على الجمعيه. انا من الافكار نتاعي أنه نأخذوا الصغار من اللي هم صغار ونربيهم على حب ومساندة الجمعية يتعلموا يحبوها يتفرجوا عليها في التلفزة يتفرجوا عليها في الستاد كيف يساندوها يتعودوا حويجة صغيرة من مصروفهم يقرأوا لها حسابها فيها. هذا هو المبدأ متاعنا احنا ديجا كاسوسيوس باش تعيش نادي رياضي سفيرسي معناتها ديما في العلالي قدرة ربي بيا انا وبالخيان. انا كيما خدمت في لي كوميسيون بانوليد خدمت في كوميسيون كومينيكاسيون خدمت في كوميسيون افونتاج اي ريكروتمون. انا صاحب فكره مشروع بعث اكاديميه الشطرنج للنادي الرياضي السفيرسي. انا من المبادئ نتاعي الصغار ناخذوهم من اللي هما صغار يتربوا على حب النادي الرياضي السفيرسي يوليو اولاد سوسيوس وابناء النادي الرياضي السفيرسي. من الافكار نتاعي كيف الباج جون سوسيوس سي اس اس الباج جون هذيا نكونوا ان ريزو متكامل مع بعضنا ومع بعضنا اقوى وعاش النادي الرياضي السفيرسي. كلاف اللي هو العدد المؤخرتين في تراجع الثلاث سنين طويلة براتيكمون 2006 سيتي لا موتي دو 2014 دونك هذاك علاش احنا قاعدين نخدموا لو سان دو لا كوميونيكاسيون كوميسيون كوميونيكاسيون باش نحضروا اون استراتيجي ماركتينغ كلير نت
تتمحور في زوج محاور. دونك كومون ساتيسفير لي 7000 سوسيوس اليوم باش هما يكونوا دي زامباسادور باش هما يكونوا دي كوميرسيو سوسيوس، وكيفاش نجيبوا معنا العباد اللي تحب السي اس اس وندخلوهم في العائله نتاع سوسيوس. دونك توا اليوم فما ان بروجي نتاع ان بلون ماركتينغ قاعدين نخدموا عليه، ان شاء الله دون زون موا ولا دو موا ان سورا اكسبوزي. دونك اليوم الواحد كل الناس جايب صحابه وخوه وعمه اتسيتيرا، دونك لازم يتعدى ان اوتر بالي ونخدموا دون فاسون سيونتيفيك. ميم حتى ليكيب كوميرسيال كي تي ريكروتي لازمنا نعطيوها لي زارغيمون نيسيسير ونوريهم لا استراتيجي وين يمشيو وين يخدموا وكيفاش يخدموا. دونك هذو هما لي دو بوان. تروزيام بوان بالنسبه لي انا هو اهم حاجه هو لا كومونيكاسيون. سي فري كو فما اون بون كومونيكاسيون على السيت، مي لازمها تكون بلو ترونسبارون وتوصل اكثر. دونك قد ما كومونيكي بيان قد ما العباد تعطي فينا ثقه والى دار المشاريع نتاعنا. دونك هذا كله لوبجيكتيف باش نكبروا لا ستركتور سوسيوس باش نجمو نحققوا لي زوبجيكتيف نتاعنا. وبون شونس للولاد الكل وان شاء الله كل عام حيين بخير.